سيد علي الشريفي أكثر الانتقاد اللي إجا عليك إنه أنت قلت سألوك قالوا لك شلون تقول عن الإمام علي بكلمتين، قلت الإمام علي قال الله بالتسعين. شوف أستاذ قحطان، اعتبروه هذا كفر. أستاذ قحطان تفضل. مو فقط علي الشريفي، أي إنسان اليوم يوصل إلى درجة من الشهرة أو مثلا رجل معروف أو مثلا تلتقي بالفضائيات وعليه أنظار من قبل التواصل الاجتماعي، وتعرف اليوم التليفونات موجودة وعلي الشريفي على اعتبار مادة دسمة، إذا بالقاع إذا قاعد باستقبال أو بفضائية أو بالشارع أو بأي منطقة تصير أكو عليه كذا وهيجي وتصوير. وبالإضافة إلى ذلك أنا ما أؤمن بالتزمت الديني، ولا أنا قاعد ببرج عاجي مثل بقية الشخصيات ورجال الدين اللي ما له علاقة ويعتبر هذا فشيء انتقاصة أو مثلبة إذا قعد ويا الشباب أو قعد ويا البريكية أو قعد حسب ما هم يعبرون عنهم الجراوي وغيرها. أنا أقعد مع الكبير والصغير، أقعد مع الفقير والغني، مع كل أطياف الشعب العراقي، وهي رسالة رجل الدين إذا كان هو رجل دين حقيقي. فأني أستاذ بالنسبة لأي إنسان مشهور لما تلتقي أنت حضرتك أنت إعلامي ناجح وأجدد على إيدك والله يبارك فيك، أي شخصية سياسية رياضية أكاديمية تلتقي بي تقول لهم كان عندك أكو أمور تتمنى مثلا ما تسويها، يقول لك أكو أمور أني خطأت بيها. إحنا ناس مو أنبياء ولا معصومين، وكل جواد ولكل جواد كبوة. وأني قلت لكم من الآن ونزلت أني تبرير ونزلت أني اعتذار.